مع بداية الأسبوع بدي أحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا، بدي أتمنى أنا وياكم تخف الشكاوى تكتر الحلول، لأنه هيدا اللي طالبينه اللبنانيين ومش طالبين أكتر من هيك. بداية مع المعلومة، أول معلومة رح بلشها مع مياه لبنان الجنوبي. عمل تخريبي استهدف خط العشرين إنش الرئيسي بدائرة مياه بنت جبيل. عملت فرقة الصيانة في دائرة مياه بنت جبيل وعلى مدى 3 أيام ليل نهار على إصلاح الأعطال وصيانة الأضرار لإعادة وصل هالخط وإعادة الضخ إلى البلدات يلي هي كتيرة، برعشيت، شقرة، واللي بياخدوا من شبكة برعشيت شقرة. للحقيقة اللي بدي أقوله أنه لما بنعتدي على منشأ عام كون عم نعتدي على مواطنين لبنانيين، ما عم نعتدي على مصلحة، بنعتدي على الناس، لأنه المياه هي بتنعطى للناس. اللي صار أنه صار في تسرب مياه من خط العشرين إنش الرئيسي يلي بغذي عدد من بلدات دائرة مياه بنت جبيل من محطة الطيبة على نهر الليطاني. تسرب هالمياه أدى إلى بركة بلدة شقرة إلى فيضانة، وتسببت بأضرار كبيرة بشبكة شقرة برعشيت، سببت بتمديدات ريجارات بالمنطقة، انقطعت تغذية بالماء عن بلدات عيترون، عينيتا، عين إبل، بيت يحون، كونين، مارون الراس، جزء من مدينة بنت جبيل. إذن فرق الصيانة أصلحت وأعادت طبعاً المي إلى هالبلدات هيدي، وهون سارعت المؤسسة لاستنفار فرق الصيانة واستقدمت غطاسين وفنيين متخصصين وعملت على إصلاح الأعطال وإعادة الضخ خلال فترة قياسية، وأكدت أنه رح تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة منفذي هالعمل التخريبي ومحاسبتهم وفق القوانين. إن شاء الله يكونوا معروفين وياخدوا عقابهم ويتشهر فيهم كمان. بدي انتقل لموضوع آخر كمان بانتظار طبعا اتصالاتكم على 04-444-444 حتى أقول أنه صدر قانون أو تعميم رقم 24 على 2019 حدد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 قانون السرق الجديد آلية استعمال المركبات آلية والطرقات العامة، وكان الهدف الأساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالبا ما تكون الإصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصادية عالية، وبيلاحظ العاملين بالقطاع العام أنه بشكله شريحة واسعة من المواطنين اللي من الواجب أنه يكونوا كسائر المواطنين في شتى الميادين قدوة طبعا. لذلك بيقول رئيس الحكومة يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة، إضافة إلى كل القوى الأمنية والعسكرية، ضرورة إرشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير، وتكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية بما يضمن تطبيق أحكام القانون وأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية. اتصالاتكم بتبلش أكيد وباخد أول اتصال اليوم. ألو. ألو بونجور. بونجور. سعيد الزهر معك. أهلا أستاذ سعيد. أهلا، ماشي الحال. بدي أعزبك التلات المدية اتصلت بحضرتك وحكيتك بقصة شكوى على رئيس بلدية المقدمة بوزارة الداخلية. مزبوط. الأستاذ الحديث هلا ما جاني جواب بشيء. ولا أنا عندي جواب، أنت بعثت لي رقم الشكوى ما هيك؟ صح، بعثت لك رقم الشكوى والتفاصيل، بس ما جاني جواب من حضرتك شيء، شو القصة؟ هلا أنا أكيد بصير عندي جواب من الداخلية رح جاوبك، بس إجمالا هذه الأمور يعني شوي من الصعب يعطونا تفاصيل عنها. أنا رح حاول بكل الحالات لنشوف انه اخذي سيره بالداخليه بتكون وشو الترتيبات اللي ممكن تنعمل، عرفت؟ هلا الداخليه بتعطي قرارها، بتكون عم تدرس بعض الملف. خلينا نشوف انا شو بيعطوني جواب، اكيد بعطيك اياه. كمان اتصال. الو. تفضل. بونجور ستربكا. بونجور. اول شيء بدي احييك واحيي برنامجك، لانه ما حدا عم يسمع كلمه الشعب غيرك انتو، ما حدا بيفهم وجعهم غيرك انتو غير برنامجك. أنا من سكان حي السلم. نعم. ف
في عنا مشكلة نهر الغدير. ايه؟ يمكن أكثر من مرة تضوا عليه هذا الموضوع. يعني بنضوا عليه بالشتاء وبننساه بالصيف. ايه شفتي كيف؟ هو بالصيف بضر أكثر من الشتاء. شو موضوع نهر الغدير؟ موضوع إنه كله يعني أنت بتعرفي إنه كل المعامل عم تحول مجاريرة، العالم عم تكب الزبالة بقلبه، لأنه مش مكشوف يعني منه. يعني بالنهاية أي واحد بيشوف إنه هيك أشياء بده يشيل كب الزبالة. نحن نوعدنا إنه من شي سنة أو سنتين وقت الحفروا فيه أناية اللي حطوا فيه كابلات، انوعدوا وعد الناس هونيك انه يسقف النهر ويتحول لطريق على ظهره. قلنا اوكي ننطر لسنه الجاي. قطعت سنه اثنين ثلاثه هالي الثالثه وبعدها انه نفس الشيء، لا نسقف ولا نمد أناية نجرير فيه ولا نعمل له اي شيء. وروحي انت شوف هونيك الروايح، امراض، تلوث، مجارير، مثل ما قلت ببلش بكيس، بصير بكومة، بعدين بصير مكب، بعد شوي بسكر النهر بتطلع الصرخة. يعني انت بس انت روح تطلع هونيك بس لقي نظرة وشوف القرف والحياة اللي عايشين هونيك. هلا يعني انا رح شوف، انا حاطط بلدي وغير زاري حاط، بس بقية العالم والسوريين وما بعرف شو كله لا بيحطوا بلدي ولا اي شيء، دغري بيحمل كيس زبالة على النهر. يعني ما في بلدية حاسب، دولة ما في. أهم شيء الأحزاب. أنتوا بحي السلم لمين تابعين؟ لشويفات؟ بلدية شويفات. أنا بحكي مع بلدية الشويفات بالمول لأنه بعرف نشيطها كتير يعني، بس المفروض يتخذ قرار كمان على صعيد بلدية وزارات، لأنه نهر الغدير تابع لوزارة الطاقة والمياه، ونحن الناس ما بتعرف نهر الغدير إلا بالشتاء لما بيطوف وبيخرب كل الدنيا، وكل مرة بيقولوا حذرنا ممنوع حدا يرمي حوالي النهر ومنعمل ومننظف، ولكن كل سنة معك حق عم تتراكم. بما أنه اتخذ الحل الجذري يبلش بقناة للصرف الصحي وبعدين اكيد تنسقف، اكيد هاي بتحل ثلاث ارباع المشكله. انا رح تبع لك اياها لشوف شو صار، وين صارت هالوعود هيدي وعلى مين، يعني مين بده ينفذها، وبجاوبك. اهلا وسهلا فيك. وبدي اتمنى من الناس اللي هونيك اللي كانوا سوريين ولا مين ما كانوا، بالنتيجه ما هن قاعدين بالبيئه، ما هي البيئه اللي قاعدين فيها بتنعكس عليهم. اول شيء منا حضاريه، ثاني شيء مثل ما قلت روايح وامراض، وبعدين بتسكر النهر، في امور يعني بتسيء للكل، مش للناس ضد ناس، لا بتسيء لكل الناس وللمنطقه اكيد. باخذ اتصال كمان. الو 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 تفضل. ست ريبيكا؟ نعم. من فضلك بس بدي الفت نظرك، هو السيارات كاميونات الجبال اللي بيمرقوا على الطرقات، انت عارفه شو بيكبوا البيتون على الطريق، على الطريق وعلى السيارات، وإذا كنت قبضاي قدر شيلهم عن إزاز سيارتك. نعم عم بقول مش بس، خصوصا بالطلعات بكبوا على الطريق، وإذا في سيارات قريبة منهم بصير كل الهيدا على السيارات، وكتير صعب واحد يغسل سيارته منهم. معك حق. في شغلة، لا في شغلة، أنت إذا كنت بدك تراجع إنه هيدي محمولة مثلا 10 متر بيحطوا فيها 15 متر. يعني بس يهز الكاميون لقدام لورا بيرجع البيتون وبينزل على الطريق. بتعرف ليه؟ لأنه ما حدا عم بيراقبهم، ما في رقابة. أنا رحت على البلدية قالوا لي بدك تاخذ نتيجة، روح عند ست ريبيكا. أف والله العظيم. ممنونتهم للبلدية، رح ساعدهم أنا كمان إذا مش قادرين ياخذوا القرار. بأي منطقة مسيو؟ نعم. بأي منطقة؟ أنا؟ هالجبلات. إذا حوالي زي يوم بتشوفي بتجني على كويع بالطريق هينا، لأنه طريقي بيروت برمانة، برمانة بيروت على كويع على طول بالمتن يعني. نعم بالمتن. ايه. أوكي. طيب يلا إن شاء الله خير، أهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتبه. نتابع الحلقة عنا عبر الام تي في. باخد اتصال جديد. الو يعطيك العافية مدام ربيكا. اهلين. الله يخليكي. بس في شغلة مهمة كتير عم تصير بالبلد، هي قصة الموتوسيكلات. انه صاير العائلة كلها بتطلع على موتو، الاولاد وعم بيطلعوا اطفال عمرهم شهرين وثلاثة يعني بعضهم صغار، وغير الواتساب على الموتوسيكل، وغير بيمشوا بعكس السير، ومش حاطين كاسك على راسهم. شو بتقلب عائلة كلها بحكمها يعني؟ انه شو بعمل؟ كنا نبتلي بحدا، صرنا نبتلي بالولاد وبالأم وبالبي، وعندي كمان الولاد اللي بيبيعوا الورد أو على الطرقات الساعة 3 الصبح 4 الصبح، هذا الولد شو بيفهم اللي بده يشتغل؟ هولي تجارة،
طب هذا اذا ركض قدامك وفي منهم وفي منهم يعني معك حق هونيك. معك حق لانه فين اولادك جاب اجله الزرع هونيك جاب اجله ما حدا فرقني معه 100% طب 3 الصبح لحتى سكران شارب شيء ما بعرف شو متعاطى كذا وخبط له شو ولد ولدين غير هيك الولد لازم ينام مش لازم يكون على الطريق لا بالليل ولا بالنهار بيكون تيابه شيء بعد الظهر بيكون تحمموا مشطوه ظبطوا له تيابه ورجع نزل يشتغل هيدي بدها حمله لانه عم نرجع نشوفها كان بفتره من الفترات خفت هلا هي زادت كثير ومرات الاولاد صغار وين ما بدك وين ما بدك يعني باردون اصغر من باب السياره ما بيبينوا لا والله لا والله لا والله ليك انا بعرف شو مزبوط يعني الواحد اذا ابتلى بحدا على موتو يا ريت موتو على موبيلات عائلة بكاملها أنا من الأشخاص اللي كان لي تجربة كتير مرة من 20 سنة بهذا الموضوع من هيك بعرف شو قيمتها وبعرف شو هي أنك تكون موقف عربيتك وعم بيزوروا بين السيارات مجرد ما لقي على عربيتك ومعادة هدتهم الموبيلات يعني صار مشكل بدك تبتلي بكل العائله غير هيك مدام ربيكا بوقفوك ومية قصة معك حق 100% معك حق عم بيكسروا كانوا بسكليت يعني طب انا شو بعمل بعكس السير لقوا الموتور هلا صار بيمشي بيحكي واتساب يعني بيمشي بعكس السير واتساب وما فيك تحكي معه كلمه يعني مظبوط يعني احنا بدنا نطلب من شرطة البلدية بدنا نطلب من شرطة البلدية وقوى الأمنية ترجع تكثف دورياتها بهذا الموضوع يعني في شيء مش مظابط معك حق عندك 100 معك حق أنا بدي أشكرك لأنه عم ترجع تلفت لقضية مش مفروض يعني إنه نحن لازم نحترم هالأطفال يكونوا على الأقل مش على الطرقات بتعرف اي ساعة بمشي اكثر شيء والله مشان ما يصير معي مشاكل بمشي بالليل يكون الطرقات فضيت ما في اولاد ما في موتوسيكلات ما في كذا بالنهار ما بمسح سيارتي انه طب شو بعمل؟ لا معك حق اهلا وسهلا فيك كمان اتصال الو اهلا تفضل مرحبا مدام ربيكا مرحبا بس حبيت اسالك انا مواطن من الشمال من شقه دمشق بنقدم فاتير تقاعد تبعت الضمان الاختياري وبنروح لهنيك بيقول لي ما في مصاري صرنا تقريبا شي 7 شهور من قدام كثير بيقولوا لنا ما في طب ليش عاملين هالضمان يعني حتى دفعوا 2017 عملنا 100 حمله وبدنا نبلش هلا بحمله 2018 ودائما بقول الاختياري يعني ما بقى عم ياخذوا جديد والموجود بده يدفع وعم يدفع يلي ملتزم بالدفع اقله انه يدفعوا له يعني لانه هو عم يلتزم بنروح لهي بيقول لي ما في مصاري لا ما بنعرف بس يصير من لانه عم يعطوا لك شغله عم يعطوا الاولويه للامراض المستعصيه الادويه المستعصيه اللي يعني يلي شوي ثقيله على المضمون عرفت ومع هذا وكله عم يتاخروا عليهم كمان ولما عم بينطر تيجي شويه سلفات مصاري بتعرف قديش صار في تراكمات من هيك التاخير عم بيكون وبعده مستمر للاسف الشديد خليني ارجع اشوف معهم نعم تفضل بدهم يلغوه يلغوا لا لو بد هلا اني وقفوا لهم كذا سنه موقفين قبول طلبات جديده بس هلا الموجود واللي ملتزم 3 اشهر من 270 الف ليره بعده ماشي بس التاخير عم بيكون سنه للدفع باستثناء الاولويه للادويه المستعصيه اللي شوي غاليه رح بنتظر سنه قبل ما يقبض يعني ان شاء الله لا يعني نحن كثير عم نساعد بهذا الموضوع تنشهل اذا بدك بس الاختياري بيدفعوا بدفع كل 3 شهور 270 وخليه يتأخر مرة ما بيبلغوه إنه الغنى لك يعني كمان ما في معاملة بالمثل يعني بده الضمان يأخر على الناس بس اوعى الناس تأخر من الدفع ايه هو ما بيدفع بس نحن بدنا ندفع 100% 100% يعني ما في حل هلأ خلينا نشوف معه بدنا نبلش نحكي يلا بالإعادة إفادة مثل ما عملنا بال 2017 بدنا نبلش هلأ 2018 لأنه 7 أشهر مش هينة أهلا وسهلا فيك بموضوع مولدة الكهرباء قبل ما أدخل على الاستوديو اليوم اتصلت فيه ست بتقول أنه لاي عند أختي وعند بنتي بمنطقة أدونيس 10 أمبير شي وبزوق مكيل شي تاني بمكان 10 أمبير 98 ألف بمكان آخر 200 ألف وصل لعندها جاب الموتور قلت له أنا ما معي 200 ألف سألت أختها وبنتها قالوا نحن دفعنا 98 أنه معقول يكون فيها الفرق الكبير هلا صراحه بدي ارجع اشوف مع البلديات بس ما فهمت قالوا لها للمره لما اتصلت بالبلديه قالوا نحن الدوله شايلت لنا ايدنا نحن البلديات بطلنا معنيين عال اذا البلديه مش معنيه يعني وزاره الاقتصاد حمايه المستهلك هيك بفهم
بس انا يعني رح اعتل هلا، انا بنصح الاتصال بحمايه المستهلك اذا تبين انه عن جد انه مش صارفين هالقد، خصوصا على العداد صار بنعرف قديش المصروف. بس حتى اوضح انه قد ايه لازم يندفع لشهر تموز، بحسب طبعا وزاره الطاقه والمياه اعتبرت انه 388 ليره الكيلو وات ساعه خلال شهر تموز للمشتركين بالعدادات، يعني يلي عنده 5 امبير 388 ليره الكيلو وات زائد 15000 ليره مع المقطوعيه الشهريه، اللي 10 امبير 388 ليره للكيلو وات زائد 23000 ليره مع المقطوعيه الشهريه، ويلي اخذ لل 15 امبير 30000 ليره زائد المقطوعة الشهرية تضاف 5000 ليرة عن كل شطر ثالث ثابت عفوا عن تسعير العدادات لكل 5 أمبير. صورة اليوم نشوفها سوا. إنه معقول الكاسك معلقة ورا الأخ وهو هيك قبضاية كتير يعني وماشي مع هالناس؟ طب هذا كيف يعني؟ هي الكاسك بتحميله ظهره ما بتحميله راسه. هيدي من الامور كمان يلي لازم انها تتوقف، يعني حكي من شوي المسيو معه حق عم بيقول عن هالولاد عن الموبيليتات يلي فيهم اكثر من عائله، وهلا هيدا واحد منهم كمان انه كثير منيح معه كاسك عظيم، بس ليش مش حاططها على راسه يعني؟ بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.